بعيداً عن صالاتي وممرات عروض الأزياء، نحط في الملاعب وتحديداً على خط التماس، حيث يقف المدربون محفزين وملقنين وملفتين بأزيائهم في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الجماهير الصالة البهية لبطل كأس العالم قبل خروجه بالطبع. فاجأهم خواكيم لوف بتيشيرت على بنصال من القماش وحذاء رياضي، بدأ وكأن لديه موعداً في المول أكثر من مدرب في المونديال. وفي المونديال خلع سان باولي مدرب الأرجنتين سترته ليظهر للجماهير وشمه، بل أوشامه الكثيرة، حتى أن البعض سخر من مستوى التانجو قائلاً إن سان باولي غير متفرغ للتدريب، فهو يصنع تاتو لنفسه كل يوم. وآخرون قادهم خيالهم إلى مغني روك أند رول، ضلت طريقة إلى المسارح فوصل الملاعب. السنغال حازت على تعاطف عشاق الكرة بطريقة خروجها من المونديال، ومدربهم لفت الأنظار بأناقته ووسامته، وعندما سألته إحدى الصحفيات الروسيات عن ذلك أجاب: لا أدري، لا أجد نفسي جذابا نهائيا، هناك الأكثر وسامة مني في السنغال، لذلك لا أعتقد بأنني جذاب، لكنه أمر جيد عامة. إليو سيسي اختار الظهور ببدل رسمية، إلى جانب اعتماده تسريحة دريك لوكس على الطريقة الأفرو جامايكية. الهيبة صفة رآها متابعون في هيئة هارفي رونار مدرب المنتخب المغربي. الرجل الفرنسي رآه البعض نسخة من شخصية جيمي لانستر في المسلسل الشهير جيم أوف ثرونز. الفرق أن رونار يحافظ على مظهر القميص الأبيض والبنطال القماش. الكرواتي داليتش زلاتكو أنيق بإطلالته وبطريقة اللعب التي اختارها لمودريتش والرفاق، فظهر في دور المجموعات ببنطال من القماش وقميص وربطة عنق، وفوقها كنزة ربيعية. في الوقت الذي جلس فيه نجوم بلجيكا وإنجلترا على دكة البدلاء في مباراة مضمونة النتيجة، ظهر جاريث ساوثغيت بطلة أنيقة، أبرز تفاصيلها ارتداءه فيست دون الجاكيت. الأغلبية اتفقوا على أنه الأكثر أناقة في الجولة المونديالية الأولى. هدى زين الدين، العربية.